برحب بحضراتكم من جديد. ولما نيجي نتكلم عن حد بقيمة الفريق مرتجي 10 سنين أعتقد على كرسي رئاسة النادي الأهلي، بتتكلم عن شخصية عظيمة ذو قيمة داخل النادي الأهلي. وأنا لما أجي أتكلم على الكبار داخل النادي الأهلي بتكلم على الفريق مرتجي، كابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي، قبلهم الكابتن عبده صالح الوحش، كل الكلام ده ما حبيناش اللي احنا نتكلم بس عن الفريق مرتجي، حبينا اللي اسرته تبقى موجوده معانا تيجي تحكي لنا عنه اكتر. وانا عارف ان جماهير النادي الاهلي واعضاء جامعه العموميه بيهتموا بالذكريات والكواليس، لو كنا احنا قلنا الكلام ده كان هيبقى دمنا تقيل شويتين، فحبينا اللي اسرته تبقى موجوده معانا. في منهم النهارده مدام اميره مرتجي موجوده معانا، برحب بحضرتك في البدايه. اهلا اهلا كابتن. وتعبتينا عشان تبقي موجوده، انت ما بتحبيش الظهور في الاعلام. لا ابدا ابدا، عشان الاهلي اي حاجه تحت امرك. كمان خلينا نرحب باللواء كامل مرتجي. اهلا وسهلا كابتن. انا مبسوط ان انتم موجودين معايا النهارده، وبعتبرها انا على المستوى الشخصي واعوذ بالله من كلمه انا واحده من اجمل الحلقات، لان بشوف في اوقات كتير جدا الاعلام ما اداش الفريق مرتجي حقه. متفقين معايا ولا لا؟ طبعا طبعا. احنا دايما نقول ان هو يعني عاش في صمت ورحل في صمت. اسمع حضرتك، هو الحقيقه الناس العسكريين عموما ما بيحبوش يعملوا اي دعايه ليهم لانهم عندهم ثقه في نفسهم. وبالتالي فالفريق مرتجي كان مش محتاج ان هو يظهر في الميديا او يتكلم في الميديا او يقول يا جماعه انا موجود او يقول انا رئيس النادي الاهلي. افعاله كانت بتدل عليه. طيب قبل ما نتكلم ونسمع اكتر ونعرف كواليس عن الفريق مرتجي، استاذن حضراتكم معانا تقرير صوتي عن الفريق مرتجي، نروح نسمعه وبعد كده ونشوفه وبعد كده ندخل في حلقتنا واسئلتنا. اتفضل. عظمة مصر موجودة في النادي الأهلي. لم يجد الفريق عبد المحسن مرتجي الرئيس الأسبق للنادي كلمات أبلغ من هذه الكلمات كي يصف طبيعة العلاقة بين الأهلي وبلده مصر. فالرجل ذو الخلفية العسكرية الذي تحل اليوم ذكرى رحيله قضى نصف حياته في خدمة الجيش المصري والنصف الآخر في خدمة القلعة الحمراء ليصبح رمزا لا يختلف عليه أحد في القلعتين. ولد فريق مرتجي في 5 مايو عام 1916 بمحافظة القاهرة، وتخرج من الكلية الحربية عام 37، ثم تدرج في الترقي حتى وصل إلى قيادة اللواء 6 المستقل بالقنطرة الشرق برتبة عميد، كما تولى رئاسة هيئة تدريب الجيش بالإضافة إلى قيادته للقوات العربية باليمن خلال الفترة من عام 63 حتى عام 65. حصل الفريق مرتجي على نجمة الشرف العسكرية أثناء حرب اليمن في إبريل من عام 64، ثم تولى قيادة القوات البرية قبل أن يعود مرة أخرى إلى اليمن في عام 66. كان الفريق مرتجي قائدا للجبهة الشرقية وجبهة سيناء وقائدا للقوات البرية في حرب عام 67، وتعد رسالته الأولى التي وجهها لقواته في 2 يونيو عام 67 من الوثائق المهمة في تاريخ الجيش المصري. تولى الفريق مرتجي رئاسة الأهلي في فترتين، بدأت الأولى عام 65 وحتى حرب عام 67، ثم عاد إلى كرسي الرئاسة مرة أخرى عام 72 وحتى عام 80 ليقود مرحلة من أهم وأصعب المراحل في تاريخ النادي الأهلي. وشهد عهده انطلاق جيل السبعينات الذهبي الذي مثل أحد أفضل مراحل كرة القدم في تاريخ الأهلي. وشهد أيضا عهد الفريق مرتجي مشاركة الأهلي لأول مرة في بطولة أفريقيا عام 76، كما تضمنت إنجازاته القيام بأول خطوة جادة نحو بناء مقر جديد للنادي الأهلي بمدينة نصر وإنشاء مرسى بحري للنادي بالجزيرة، بالإضافة إلى تأسيس مجلة الأهلي التي تعد أول صوت صحفي لنادي في المنطقة العربية. الفريق مرتجي خلال مسيرته مع الأهلي اشتهر بالحزم والحسم والحفاظ على مبادئ وتقاليد القلعة الحمراء، ما جعل له مكانة خاصة لدى جمهور الأهلي في كل مكان وعلى مر العصور. لقي الفريق عبد المحسن مرتجي ربه في فجر يوم الثلاثاء 5 نوفمبر عام 2013 عن عمر يناهز 97 عاما، رحمه الله
وأدخله فسيح جناته. فريق مرتجي، خلوني اسمع مدام اميره. وقبل ما اتكلم مع مدام اميره خليني اقول لحضراتكم في البدايه، هي زوجه الاستاذ عماد وحيد عضو مجلس الاداره الحالي، وكمان اخت المهندس خالد مرتجي. هتقولي ايه في البدايه؟ ايه اللي احنا ما نعرفوش عن الفريق مرتجي؟ هو كأب يعني، او يعني طبعا كأب كإنسان اكتر من منصب رئيس النادي الاهلي. هو كأب كان يعني حنين وطيب وصارم جدا، بحكم طبعا ان هو يعني ضابط في القوات المسلحه. وكامل ممكن يحكي لك بقى على حكايه على وانت بتسمعي التقرير دموعك موجود ليه؟ اتأثرت يعني يعني عادي لازم معاك في نكسب ست